استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير مساء أمس سعادة الجنرال المتقاعد أنتوني زيني وسعادة السيد تيموثي لندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي بمناسبة زيارتهما للمملكة في إطار جولتهما في عدد من دول المنطقة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجنرال المتقاعد أنتوني زيني والسيد تيموثي لندر كينغ واستعرض معهما العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها على الصعد كافة، مشيدا بما يشهده التعاون الثنائي من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف المجالات. أشاد جلالته بالجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية ودورها المحوري في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي الإقليمية والعالمية وإرساء آليات التعاون المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة. من جانبهما أثنى المبعوثان الأمريكيان على دور جلالة الملك المفدى في ترسيخ العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة وتوثيق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مجريات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مأدبة عشاء تكريما لسعادة الجنرال المتقاعد أنتوني زيني وسعادة السيد تيموثي لندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي.